سلمى، أولى فقراتنا لموضوع كتير مهم. أغلب الأوقات سلمى بنلجأ لطبيب الأسنان أو أي طبيب لما بنحس يمكن بحالة متطورة من الألم، ممكن لما بنحس ببعض الأمور المتغيرة مثل الورم بالفم. بس السؤال سلمى، هل الورم بالفم ممكن يكون مؤشر خطير على وجود مرض ما؟ إمتى بنتجه للطبيب وشو هي المؤشرات اللي بتدفعنا للزيارة المبكرة للمرضى؟ كل هاي الأسئلة رح يجاوبنا عليها دكتور محمد علي، اختصاصي في طب الأسنان. صباح الخير دكتور. يسعد صباحكم بكل خير. فيك. صباح السادة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. بالبداية خلينا نعرف مشاهدينا أكثر على الأمراض اللي بتصيب الفم واللي ممكن يكون بعضها خطير، بتعطينا هيك مؤشرات. هلا كل الناس بتعرف ممكن يكون في شيء مشاكل باللثة احيانا، ممكن بنعرف القلاعات هي من الاشياء المتكررة. خلينا نحكي عن ابرز المشاكل اللي بتصيب الفم. هلا مصطلح الورم الفموي هو مصطلح عام يعبر عن اي ورم يصيب النسج السنية والعظم السنخي. الورم السني ينتج عن فرط بنشاط وتكاثر الخلايا المحيط اللثوي المحيطة بالسن، تنتج بالنهاية الأخيرة عنا ورم. هاي الورم يصنف إلى ورم سليم طبيعي منعالجه بالطرق التقليدية والطبيعية، وممكن يكون لا سمح الله من الأورام السرطانية. طبعا هون كل واحد له دلالات ومؤشرات، هلا نحكي فيها بموضوع الحلقة. الإهمال الصحة الفموية هو الأساس والمؤشر الأولي لأنه رح يظهر عنا ورم بالمستقبل. بيبلش عنا ترسبات عبارة عن لويحة الجرثومية على السطح الداخلي للأسنان مع الإهمال فيها، إهمال المريض بالعناية الفموية، بتتطور من التهاب لثي بسيط لالتهاب لثي متوسط لالتهاب لثي شديد وصعب معالجته. بالبداية نلجأ إلى الإجراءات التقليدية من نظافة فموية، خيوط بين الأسنان، تفريج أسنان، مضامة فموية تحتوي على مواد كلوركسيدين. بالمراحل المعقدة ممكن نلجأ لقص اللثة للأسلوب الجراحي عن طريق الجراحة التقليدية أو الجراحة بالطريق الليزر أو بالجراحة الكهربائية حديثا. طبعا الأورام اللثوية في عنا عوامل مؤهبة لها، في بعض الأدوية بتزيد من هاي الأورام أو ممكن تكون المنشأ الأساسي دوائي. بعض المرضى اللي بيستخدموا أدوية مضادة للاختلاجات ممكن نشوف عندهم ضخامات لثوية أو أورام لثوية مودعة أو معممة. بعض المرضى اللي بيتعالجوا اللي عم بدهم يزرعوا أعضاء أكيد بدهم ياخذوا أدوية مضادة للمناعة أو خافضة للمناعة، ستراكسو سبورينا، هاي ممكن تعمل ضخامات لثوية. في أثناء مرحلة التغيرات الهرمونية نشاهد عندنا ضخامات لثوية معظم الأحيان. يمكن تظهر أكثر شيء بفترة الحمل عند السيدات، دائما المشاكل بتتخبى لهي الفترة. تماما. يمكن حتى بشهور الحمل الأخيرة ما قبل الولادة بلش تظهر المشاكل اللثوية. هون دكتور ممكن تدل على ضعف باللثة أو مشاكل بالأسنان أو هي مجرد تغير بالهرمونات؟ هلا بالنسبة للمرأة الحامل بنلاحظ التهاب لثي حملي ممكن يتطور لضخامة لثوية، ممكن يتطور، هاي نتيجة تغير الهرمونات. أكيد أثناء فترة الحمل في هرمونات معينة بقى تظهر بالجسم المرأة مين متعودة عليها، هاي ممكن تعطي ضخامات لثوية أو التهابات لثي، ممكن تكون معممة أو مودعة بمنطقة معينة. هاي المرأة الحامل لازم تكون عندها هيك علوم وتتعلم انه تعطيني بصحة فمها واسنانها، اي حشوات سيئة تعالجها حتى قبل ما يبلش الحمل. تمام. بحيث انه ما يكون البيئة مناسبة لانه يظهر الورم الحملي. اذا في جسور سيئة كمان تعتمد على مضامة فموية خالية من اليود مشان ما تأثر على الغدة الدرقية عند الجنين. تمام. وفي عندنا التهابات لثوية او ضخامات لثوية تظهر بسن اليأس كمان سبب تغير هرموني. نفس العلاج بس هون ممكن نلجأ لتطبيق استيرويدات القشرية الكورتيزون بشكل موضع أو معمم حسب ظهور الورم. تمام دكتور، حكينا عن الأورام الحميدة وحكينا عن الأورام يلي ممكن نعتبرها نحن أورام مخيفة. وسلمى دائما لما بنقول سيرة أورام فهي يمكن بحالة خوف عند المريض أيا كان نوعه. نحن لما بنحكي عن مؤهبات أو مؤشرات لحدوث الأورام الحميدة أو الغير الحميدة، شو هي المؤهبات اللي بتدفعنا نحن يمكن للذهاب للطبيب بما أنه ثقافة الزيارة الدورية للطبيب بعد شوي ضعيفة عند الناس؟ تمام. بالنسبة للأورام السرطانية الغير حميدة،
هون بتظهر على شكل ألم موضع بمنطقة الفكين، بمنطقة العنق، ممكن يتطور لمنطقة الأذن والرأس. ممكن نشوفها على شكل قرحة معندة على العلاج، يعني منعالجها بالطرق التقليدية، الأدوية التقليدية ما بتستجيب للعلاج. نعم. العوامل المؤهبة للأورام السرطانية، هلا ما في سبب واضح إنه هذا السبب بيعطي ورم سرطاني، أما في أسباب مؤهبة، التدخين بمختلف أنواعه، تدخين السجائر أو تدخين الأرجيلة أو حتى مضغ الفم، في دول معينة بيستخدموا مضغ التبغ، في دول معينة بيمضغوا التبغ، القات وما غيره. تمام. في عنا الإفراط بتناول الكحول من العوامل المؤهبة، لأنه أكيد بيعطي تخريش لمنطقة الفم، هو منطقة الفم هو أول جزء رح يستقبل هاي الكحول أو التدخين. في عنا التعرض زائد للحرارة، تعرض زائد للشمس، أشعة الشمس ممكن تعطي سرطانات بمنطقة الشفة. نعم. هو الفم. هلا أي سرطان بمنطقة الوجه أو الفم، هو مصطلح كمان اسمه سرطان، أي سرطان يصيب اللثة أو باطن الخد أو قبة الحنك أو قاع الفم أو حتى اللسان، هو عبارة عن سرطان فم. نعم. الأعراض تبعه مثل ما حكينا من شوي، إنه في ألم أو قرحة معندة ما بتستجيب على العلاج أبداً، هون منشك إنه هذا الورم ممكن يكون سرطان. في نسبة عالية للإصابة بسرطانات الفم دكتور؟ والله نسبة لا بأس بها، لا بأس يا أبو، لا بأس بها، خصوصي مع يعني الجيل المراهق الحديث، بتحسي إنه طفل عمره 13 سنة عم يأرجي للأسف وعم يدخن وعم جميع يعني الأسباب المؤهبة لظهور السرطان عم تتواجد به عند الطفل هذا. طيب دكتور خلينا نحكي شوي، يعني هو تموضعه بالفم يعني يعتبر مكان ما نو سهل التعامل معه. تمام. وخصوصا بالعلاج بنسمع عن كتير أشخاص ممكن يخسروا جزء من وجههم بسبب علاج السرطان والاستئصال، وبتصير يمكن هاي العملية صعبة، يعني الشخص ممكن يحاول يروح يبتعد عن الجراحة حتى ما يخسر المنطقة بالوجه، لكن كيف بيتم التعامل مع هذا الموضوع؟ إمتى بنكون مجبرين على الجراحة؟ وهل بلشنا بنوع الجراحات الترميمية أيضاً اللي هي بترافق هذا النوع من العلاج؟ تماماً، هلأ بالمراحل المبكرة أهم شيء الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية. بالمراحل المبكرة ممكن نلجأ للمعالجة الشعاعية، تطبيق حزمة أشعة معينة هي الأشعة السينية ممكن يكون كافي، ونستعيد عن المعالج الجراحي أو المعالج بالمواد الكيميائية. بس بمعظم الأحيان للأسف عم نكتشف هاي الأورام السرطانية نتيجة إنه إهمال بالمراجعة الطبيب، يعني بتظهر قرحة، بيظهر تخلخل بالأسنان، بيظهر ألم منطقة الرقبة، المريض بيلجأ لأي علاج قبل ما يروح تماما. على الطبيب. بالمراحل الأخيرة بنتفاجأ إنه بيجي المريض لعنا، بيكون المريض الورم غالبا منتشر لمنطقة حتى لمنطقة الرقبة، العقد اللمفية، يعني بالمراحل المتقدمة ما في غنى عن العمل الجراحي. العمل الجراحي منضيف له المعالجة بالأشعة والمعالجة الكيميائية مشان تكون المعالجة ناجحة بنسبة كبيرة. نعم. لأنه كلهم بيكملوا بعض. بالنسبة للمعالجة الجراحية نلجأ لإزالة الورم بشكل كامل مع جزء من النسج السليم المحيطة فيه، مشان نضمن أنه ما أضل أي خلية سرطانية، مشان ما تنمى من جديد أو يكون في احتمال للنكس. وإذا كان الورم منتشر لمنطقة الرقبة ممكن كمان نعمل تجريف للعقد اللمفي والنسج المحيطة فيها الموجودة بالرقبة. أكيد الأثر السلبي لإلى أنه نحن بمنطقة حساسة، يعني سرطان الشفاء ولا سرطان اللسان ولا سرطان، ممكن نستأصل فك كامل بالسرطانات، أكيد رح تترك ناحية تجميلية مي مضبوطة. لذلك هون نلجأ أثناء الجراحة لإجراء جراحة تجميلية بحيث أنه نعود قدر الإمكان ونرجع للمريض الناحية الجمالية والناحية الوظيفية قدر الإمكان من خلال الطعوم العظمية أو الطعوم الجلدي والعضلي، بنأخذها من نفس المريض ومنطعم فيها مكان العمل الجراحي بحيث نحصل على أفضل نتيجة. لأنه إذا يعني صادفتني حالة من شهرين، من 3 أشهر بالضبط، إذا مريض عنده تخلخل بالأسنان العلوية مع ورم قبة الحنك، مع حاول يعالجه 2 3 شهور ما زبط معه، وشكيت أنه معه سرطان، هو إجاني بوقت متأخر، كان سرطان معمم ومنتشر، هو رفض يعمل أي جراحة. أوه. رفض تماما خوفا على منظره أو كذا، وعطاكم أمره يعني ما بيطول، إذا الواحد لازم يسعى للعمل الجراحي شعاعي كذا بحيث أنه ما يوصل أنه ما في حل. نحن نتمنى أكيد سلمى تكون الأورام كلياتها حميدة إن شاء الله. ودكتور لما بنحكي عن الأورام الحميدة اللي ممكن علاجها، مثل ما قالت سلمى أغلب الأشخاص بيلجأوا للمسكنات بشكل دائم، شو خطورة الاستمرار بالمسكنات وعدم مراجعة الطبيب لحتى كمان يمكن حتى الأورام الحميدة يمكن بدها استئصال حتى يرجع الفك والفم للحالة الطبيعية؟
هلا المسكنات هي حاله مؤقته لتسكين الالم، لتسكين الالم انه المريض يقدر يمارس حياته ما يتوجع بشكل كبير. مرحله ما لما الورم السرطاني بده يتقدم اكيد بده يصير يضغط على الاعصاب الموجوده، الاعصاب الرئيسي سواء عصب الفك العلوي او السفلي او عصب اللسان، بده يعطي الام غير محموله ولا تستجيب على المسكنات ولا على العلاج، بالاخير رح يضطر يراجع الطبيب. لذلك انا برايي انه يراجع بشكل مبكر وشيل هي عقده الخوف وعقده القلق وعقده المنظر، لانه كمان العمر ما بيتعوض. طيب دكتور خلينا نحكي على فتره العلاج بشكل عام، قديش بتستغرق وقت ابتداء اذا قلنا كان بلشنا مثل ما بنقول بمرحله صعبه شوي، بلشنا بالعلاج الشعاعي وبعدها قررنا بدنا نعمل استئصال او عمل جراحي، قديش بتستمر فتره المراقبه ايضا؟ بنعرف كل اللي بيخضعوا لعمل جراحي او سرطان بيتم مراقبتهم فتره من الوقت مشان نشوف اذا ظهر بمكان ثاني او نجاح العمل وهي التفاصيل. مثل ما حكينا من شوي بنبلش بالعمل الجراحي، استأصلنا الورم مع شوي من النسج سليم المحيطه، بنلجا للمرحله الاشعاعيه، من من بنعرض المنطقه المصابه لاشعه معينه، اشعه سينيه الى نتائج سلبيه، ممكن تعطي جفاف بالفم، ممكن تعطي نخور بالاسنان، ممكن تعطي خلخله بعد من الفم، يعني كل علاج له مساوئ. بعد العلاج بالأشعة بنلجأ للعلاج الكيميائي عن طريق إعطاء مواد كيميائية عن طريق السيروم، يعني الوريد العام، هاي بنحوله لمشافي خاصة بهالشغلات، كمان إلى إنه بتعطي غثيان، بتعطي إقياء، ممكن تساقط شعر بشكل كامل أثناء الفترة فترة معالجة الكيميائي. دكتور كثير من الأشخاص بيسألوا في حال تم استئصال هاي الأورام إن كانت حميدة أو سرطانية، هل من الممكن ترجع هاي الأورام بنفس المناطق وبنفس الشدة أو لا؟ نحن استأصلنا هذا المكان فهيك حمينا نحن منطقة الفم أو الفك من عودة الورم. هلا ما في شيء مضمون 100% إنه الورم السرطاني ما يرجع، نحن بنعمل اللي علينا إنه نستأصله بشكل كامل قدر الإمكان، ما نترك أي خلية سرطانية موجودة بالمكان، حتى بنستأصل جزء من الخلايا السليمة بحيث نضمن إنه ما في امتدادات، لأنه السرطان أخذ اسمه من الامتدادات السرطانية، يعني بيمتد بشكل غريب عجيب. بنحاول نجرب بشكل كامل، وفي حالات كثير ممكن يصير فيها نكس، ممكن ترجع، ممكن تمام. والحميدة كمان ممكن ترجع؟ لا بطلع. حتى الحميدة بترجع، بس ترجع حميدة كمان، يعني مثلا الورم الناتج عن الحمل، مع الحمل بس تولد المرأة على الحمل الثاني ممكن ترجع، هي ناكسة بشكل يعني ما بتخلص منها حتى تولد، حتى تبطل، حتى تولد. حتى بالحمل الثاني ممكن ترجع اذا في اسباب مؤهبه، الاسباب المؤهبه هي اللي بتزيدها. طيب دكتور خلينا نحكي، يمكن ببدايه الحديث سالت حضرتك عن القلاع، القلاع اللي هو بنشوفه كثير بيظهر عند بعض الاشخاص ولهلا يعني ما انه ثابت السبب، في اطباء اسنان بيقولوا لك المشكله ممكن تكون فمويه، شكل الاسنان، في ناس بتعاني انه مثلا بتكز على اسنانها بالليل ممكن تقعد على اللثه فبيطلع القلاع، في ناس بتقول لك نقص فيتامينات معينه، مشاكل هضميه، في ناس صاروا بيقولوا انه على الزعل ممكن او الاسباب النفسيه بيطلع القلاع. تعددت الاسباب ولكن النتيجه واحده، هو مثل ما بنقول جرح او ورم او شيء معين بالفم بيقعد 14 يوم مهما عطينا علاج هو بخفف بس ما بيروح تماماً. وبنسمع انه في ناس ممكن تتطور معها هي الحاله وتصير مزمنه، خلينا نشرح اكثر ونفرق، هل يعتبر هذا شيء خليني اقول خبيث ولا لا هو شيء حميد ممكن يتعالج؟ القلع لا يعتبر من ضمن الاورام. القلع هو عباره عن تسحج بالنسج الفمويه، الخد او اللسان او باطن قعر الفم. اسبابه مثل ما حكيتي حضرتك جملتيها بشكل كامل تقريبا، بيرجعوها بنفس يعني معظم الاحيان للاسباب النفسيه، مجرد ما الواحد زعل فجاه بيشوف انه تمه صار فيه هاي السحجات اللي تسمى قلع، في نقص فيتامينات ممكن تعمل هاي القلع، وفي اسباب هضميه تنتقل من الطريق الهضمي لطريق التم، معالجتها عن طريق المسكنات، في معالجات طبيعيه، في ناس بيلجأوا للعسل للتوت الشامي واثبتت جدارتها وفعاليتها بتسكين الالم، بعد فتره بيترمم وبيتحسن ان شاء الله وبيشفى المريض. بس مشكله هي القلاع بتحسي انه المريض بس بلش معه حاله قلاعي كل فتره بترجع نفسها، يعني كانه نفس الاسباب النفسيه اللي عنده او كذا. في اشخاص ما بحياتهم شافوا القلاع، في اشخاص كل بشكل شهري او شهرين بيصير عنده قلاع، ممكن حشوه سيئه تعمل قلاع، تمام، سن بارز لبرا، كمان نتيجة الاصطدام بنسج الخد كمان ممكن هي قلع نتيجة الاحتكاك.
هاي معظم الأسباب المسببة للخلع. دكتور، بعض الأشخاص اللي يمكن بيعملوا فينير أو أي وسيلة تجميل جديدة بنسمع عن خراجات صارت بعد هذا الأمر، وأغلبها يمكن بيرجع لسوء استخدام الفينير أو سوء التخدير أو حتى عدم معالجة الأسنان قبل إجراء هذا العمل التجميلي، بعدين ببلش الخراجات يطلعوا. في حال ما تم علاجهم بشكل مباشر وسريع، هل ممكن يتطوروا الى امراض خبيثه او اورام خبيثه؟ وكيف يتم التعامل مع الاشخاص يلي حاطين وجوه تجميليه في حال وجود الخراجات؟ هلا بالنسبه للفينير او الزيركون، هاي المواد التجميليه للوجوه الكامله، نحن لما بيجي المريض نفحص الحاله الفمويه له، اذا كان في ضروره لسحب العصب نسحب العصب، اهم شيء يكون سحب العصب متقن بحيث انه ما نترك بقايا عصب وما نتجاوز القناه تبع السن، لا نتجاوزها ولا ننقص بحيث ما يظهر خراجات معينه بعد ما نركب. اذا ما بده سحب عصب، وانا بفضلها انه ما نسحب العصب، بس تكون التحضير السن بطريقه مدروسه بحيث انه ما نوصل للعصب، ما يتموت العصب فيما بعد ويعمل الخراجات. هاي الخراجات السنيه الناتجه عن تموت العصب او معالجه خاطئه، معالجه غير معالجه الضخامات اللي اسوي، بنلجا في حال ظهرت نشيل الوجه الفينير أو الزيركون، منعالج السن إذا كان مو معالج، وإذا كان معالج بنعمل إعادة معالجة للعصب، منغسله كذا جلسة حتى نضمن إنه تخلصنا من الخراج عن طريق الداخل للسن، نحشي ونرجع منركب وجوه تانية. هاي معالجة بتضل أسهل إن شاء الله، بس تكون على إيد خبيرة، إنه كمان المريض إنه أول ما يشعر إنه في خراج يراجع الطبيب، اهم شيء المراجعه الدوريه للطبيب. دكتور، عم يضلوا ايام يتحملوا وجع تماما وياخذوا مسكنات؟ اخر فكره ممكن تخطر على بال أيام يراجع الطبيب، ايام ممكن ما تاثر، يعني يضل الخراج موضع بشكل معين، معالجته بتكون سهله. في مرضى ممكن يتحملوا شهور وسنين. تمام، هون بننتقل من مرحله الخراج العادي لمرحله امتصاص بالعظم، ممكن لمرحله تكيس كيس، يكون بده عمليه جراحيه بسيطه. ممكن يتطور لهي الدرجه؟ تماما، كيس تماما ممكن نحتاج لعملية جراحية بسيطة، قطع ذروة ممكن نوصل له. يعني معظم مشاكل الأسنان ناتجة عن الإهمال وعدم مراجعة الطبيب بالوقت المناسب، أما خوف أو ممكن من ناحية المادية أحيانا بتأثر، لأنه المعالجات مكلفة حاليا. تماما. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان عن اللي هن بيلجأوا للتعويضات السنية وبيكون عندهم مثلا، بعدهم بيكونوا كبار بالسن، عندهم أمراض بتأثر مثل ما بنعرف، اللي بيكون عنده مريض سكري صعب شوي العناية الفموية لأنه جرحه مثل ما بيقولوا ما بيلقم بسهولة، وعنده تعويضات سنية، فهون بيكون في أكثر من عامل خطورة مثل ما بنقول بالمعالجة. كيف يتم التعامل مع الأشخاص اللي عندهم عوامل خطورة عالية؟ كل ما زادت عوامل الخطورة مفروض يزيد العناية الفموية. العناية الفموية بتكون صارمة، يعني مضامة الفموية يومية 3-4 مرات 5 مرات بيكون ممتاز. إذا عنده أسنان يستخدم الخيوط بين الأسنان، إذا معه سكري أكيد رح يعني لازم يراجع طبيب السكري بحيث يضبط إنه السكر. نحن السكري الغير مضبوط هو اللي بيأثر على كل الجسم بشكل عام، السكر المضبوط ما بنعاني معه كثير، بينما يوم 200 يوم 500 هون السكر الغير مضبوط بيعمل مشاكل بكل الجسم، بالأسنان وبغيرها، حتى بالعيون، حتى بالقلب، حتى بكل بالمفاصل، بكل شيء. بالنسبة للأطفال دكتور، نحن ممكن نشهد وجود خراجات أو نتيجة يوم الأولاد كلياتهم عاشقين للسكر وللأكلات الطيبة مثل ما منقول، ممكن نشهد نحن خراجات؟ وإذا في حال وجدت الخراجات للأطفال بأعمار صغيرة تم معالجتها مثل معالجتها بالنسبة للبالغين والكبار؟ معالجة الخراجات عند الأطفال مثل البالغين، حتى أسهل من البالغين، لأنه الجذر السن اللبني بيكون جذر صغير وغير مكتمل، يعني مو كبير مثل السن الدعم، يتعالج جلسة جلستين بمواد مضادة للعفونة بحشوة أقنية وبعدين حشوة نهائية. الطفل المفروض ما ينهمل، يعني أي نخر، ليش بيظهر الخراج عند الطفل؟ أكيد بيكون نخر بسيط، خبر أهله أنه عم يوجعنه أهملوا شوي، معظم الأهل بيقولوا هذا السن لبني وبده يروح بعد فترة. هو ما بيروح لصف الأرحاء اللبني، ما بتروح لصف الخامس، لذلك يفضل معالجة الطفل مثله مثل معالجة الكبير، لأنه بهالعمر هو بحاجة لغذاء مشان ينمى جسمه، والعامل الأساسي بالغذاء هو الأسنان. لازم نعالج، ما نهمل الأسنان أطفالنا أبداً، ومع التركيز إنه السن الدائم الأول عند الطفل بيبزغ بعمر 6 سنين، يعني آخر سن من كل جهة ضرس دائم هذا، نعم، مدى الحياة، بيبزغ بعمر 6 سنين، بيراجعونا الأهالي بيفكروا إنه سن لبني، هو سن دائم. تمام. حتى منتفاجأ بعمر صف ثاني أو ثالث بيجي طفل بسن دائم مترافق مع خراج، يعني سن دائم عفوا،
هون معالجته صعب شوي، خصوصي طفل ما بيتعاون معك، وبيخاف هو اساسا، بيخاف من الدكتور، عمره 6-7 سنين ما بيتعاون معه معك بجلسات طويله وكذا، يعني في عذاب لنا وللاهل وللطفل اكيد. لذلك انا بنرجع بنحكي عن المراجعه الدوريه، في حال ظهر اي نخر عند السن اللبني او دائم عند الطفل، معالجته ممكن بجلسه واحده نحفر ونحشي بنفس الجلسه، الا اذا تطور لسحب عصب او خراجات، هون بيجي التعقيد فيها. تمام. اكيد بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنقول دائما الصحه والسلامه يا رب لجميع الناس، وما نضطر ابدا نوصل للاورام الخبيثه. شكرا ان شاء الله يسعدكم ويسعد صباحكم وصباح الساده المشاهدين جميعا. شكرا لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا.